اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة تونسية تقليدية بنينة برشا. وصفتنا لليوم هي فلفل محشي، باش نحضروه على الطريقة التقليدية، باش نعملوه مقلي وباش نحضروه باللحم البقري. طريقة سهلة مهلة، الوصفة هذه تحضر في ساعة وتجي بنينة برشا. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم ويقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معي على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنيل. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفة وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا اول حاجه باش نحضروا صلصه نتاع طماطم. خديت طنجره صبيت فيها 50 مليلتر من الزيت النباتي، وباش نحطوا فيها بصله متوسطه قطعتها تريفات صغار. عندي لهنا كميه نتاع طماطم طازجه، استعملت الطماطم اللي تتباع حكوك حاضره فيها 500 غرام. انتوما اذا كان ما عندكمش الطماطم هذيه تاخذوا 3 كعبات طماطم كبار، تنحيوا لهم القشره نتاعهم الخارجيه وتقطعوهم تريفات صغار وتستعملوهم. لهنا توا البصل نتاعنا تقلى، باش نضيفوا عليه الكميه نتاع الطماطم الطازجه ونستناو الطماطم تسخن ونرجعوا من بعد باش نكملوا بقيه المراحل. لهنا توا الطماطم نتاعنا ولات تغلي، باش نضيفوا عليها بقيه المكونات. عندنا ملعقه نتاع اكل متومات كونسونطري، طماطم معجونه، ملعقه نتاع قهوه من التبل وكرويه، ملعقه نتاع قهوه من الكركم، ملعقه نتاع قهوه من الفلفل الاحمر الحلو الفلفل الزينه، ونصف ملعقه نتاع قهوه من الفلفل الاسود اللي هو الفلفل الكحل. نحطوا توا المكونات الكل، وباش نكملوا بزوز ملاعق نتاع قهوه من الثوم المهرس. الثوم هذايا هرسته في المهريس، استعملت كميه الملح اللي باش نملح بها هرست بها الثوم. انتوما تحطوا كميه الملح اذا كان بشرتوا الثوم. نحركوا توا المكونات الكل، وباش نكملوا بزوز ورقات نتاع رند اللي هو ورق موسى، وباش نكملوا برشه من الزعتر الشايح، واخر حاجه باش نمرقوا بكميه قليله نتاع ماء باش نحطوا 100 مليلتر من الماء العادي. قلينا المكونات شويه تقريبا نصف دقيقه، نصبوا عليهم توا 100 مليلتر من الماء ونحركوهم ونغطيو على الطنجره نتاعنا ونخليوها تطيب مده 10 دقائق على نار قليله. الغاز نتاعكم عباره طافي، ونرجعوا من بعد باش نشوفوا النتيجه اللي لازم نتحصلوا عليها. لهنا توا باش نبداو نحضروا الفاخس اللي باش نعبيو بها الفلفل. خذيت قليه صبيت فيها 50 مليلتر من الزيت النباتي، باش نحطوا فيها بصله بشرتها، استعملت بصله متوسطه، وباش نضيفوا 500 غرام من اللحم المفروم، استعملت رطل من اللحم المفروم البقري. ممكن تعوضوه بانواع اخرى متاع اللحم سواء دجاج ولا داند ولا علوش، لكن البنه متاع الوصفه هذه باللحم البقري. توا نحطوا كميه اللحم، وباش نقعد نحل فيها بالملعقه بالشكل هذايا باش ما توليش عندنا كتل كبيره. هذايا هو توا اللحم نتاعنا كيفاش نتحصلوا عليه. سيب كميه الماء اللي فيه، قليناه مليح في الزيت. توا باش نضيفوا عليه شويه توابل، حطيت عليه ورقه نتاع رند اللي هو ورق موسى، نحطوا عليه ملعقه نتاع قهوه من التبل وكرويه، نصف ملعقه نتاع قهوه من الفلفل الزينه، ونصف ملعقه نتاع قهوه من الكركم، وشويه من الفلفل الاسود تقريبا ربع ملعقه نتاع قهوه. وباش نكملوا بزوز ملاعق نتاع قهوه من الثوم المهرس. الثوم هذايا هرسته بالملح، هذيك علاش راني مانيش باش نحط الملح. ونحركوا توا المكونات مليح، ونخليو اللحم يطيب في كميه الماء نتاعو حتى لين ينشح من كميه الماء الكل ويقف على زيته، ونرجعوا من بعد باش نشوفوا النتيجه اللي لازم نتحصلوا عليها. هذه هي توا الصلصه نتاعنا اللي حضرناها. كيفاش تتحصلوا عليها؟ تكون صلصه عاقده قاره زيتها، ما فيهاش كميه نتاع ماء، ريحتها بنينه برشا. توا هذه نخليوها على جنب، وناخذوا اللحم المفروم اللي طيبناه. هذايا هو كيفاش يكون بعد ما يطيب، ما فيه حتى قطره نتاع ماء، يكون شايح. توا باش نحيو منه كل ورقه نتاع الرند، وباش نضيفوا عليه بقيه المكونات. عندي لهنا 150 غرام من الفروماج، استعملت زوز انواع جبن ايمونتال وجبن اخر خاص بالمقرونه فيه شويه ملوحه، وانتم استعملوا على حسب المتوفر عندكم. باش نحطوا زاده شويه معدنوس قطعته جويد، وعندي لهنا شويه من نعناع الشايح، هذايا يعطي بنه كبيره في الوصفه هذيا. حطوا كيما شفتوا بين كفوف ايديا، وباش نكملوا ببيضه كامله الاصفر والابيض. وباش نلبس توا ليغون، وباش نخدم الخليط هذايا مليح مليح بيديا. هذه هي توا الفاخس نتاعنا كيفاش نتحصلوا عليها. حضرت لهنا توا جرينات فلفل، غسلتهم ونشفتهم مليح، نحيت لهم الكراس الفوقاني وفرغت لهم الزريعه اللي تكون من الداخل. وباش نبداو توا نعبيهم بالفاخس، ماذا بيكم تعبيه وترصوا مليح، توصلوا الفاخس حتى للداخل
توا العملية واضحة، نكمل نعبي الجرينات الكل ونرجعوا من بعد باش نكملوا بقية المراحل. كملت وعبيت جرينات الفلفل الكل، قعد لي شويه من الفاخس حطيته في حكه بالار، ممكن نستعملوه في اي انواع نتاع تارت مالحه والا كتاختولات الصغار. ونتعداو توا باش نقليو جرينات الفلفل. لهنا توا خديت قليه كبيره حطيت فيها كميه باهيه نتاع زيت، وباش نبداو نقليو جرينات الفلفل. عمليه القليان فيها استيوس صغيره باش الحشوه نتاع الفلفل ما تخرجش على برا. خديت شويه فرينه باش ناخذوا توا الجرين نتاع الفلفل نغطسوه في الفرينه بالشكل هذايا، وكي نحطوه في الزيت نحطوه وهو واقف، نحطوه من جهتك الفتحة باش تتشمع هي لولا في الزيت. من بعد كي نقلبوا القرن متاع الفلفل الحشوة معاش تخرج لبرا، نخليوه توا يطيب شوية بالشكل هذايا، ومن بعد نقلبوه باش يكمل طيب على الجهات الاخرين. وباش نكمل بنفس الطريقة القرينات الكل توا باش نغطسهم في الفرينة ونحطو نطيبوهم بالشكل هذايا. واضحة توا العملية، الصورة شارحة نفسها. هنا توا نخليهم يطيبوا على نار متوسطة، ما تحطوش نار قوية برشا باش ما يتحرقوش ويطيبوا في راحتهم. وقت اللي يطيبوا على الجهة الأولى تقلبوهم على الجهة الثانية، ونرجعوا من بعد باش نكملوا بقية المراحل. هذوما هما توا جرينات الفلفل طابوا حضروا، باش نستقطروهم من كمية الزيت مليح ونحطوهم على ورق المطبخ ونتعداو باش نزينوهم في صحن التقديم. لهنا خديت صحين باش نحطوا فيه الصوص اللي طيبناها، ونحطوا فوقها الجرينات متاع الفلفل المحشي، وباش نكملوا نزينوا بشويه بطاطا فريت. وهذه هي الوصفه متاعنا، من ابن ما تاكلوا نودكم ومنشاهيكم، حاجه روعه، جربوها بالطريقه هذه وبقدره ربي ترحموني على والدي. ممكن زيد تحضروا الطبق هذه في الفرن، لكن راهي البنه متاعو مقليه وحدها ومره بعد قديش مش مشكله. ان شاء الله الفيديو هذا يفيدكم، وقدم لكم الاضافه اذا كان عندكم اي ملاحظه ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معي على جروب فيسبوك القناه كويزين باي انيل، ممكن تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين انيل. نتقابلوا ان شاء الله في وصفات اخرين. هذا هو الشكل النهائي متاع الطبق متاعنا، حضرت معاه خبز الدار بالقمح الكامل. الوصفه هذه شاركتها معاكم موجوده، لو نخلي لكم رابط الفيديو. نتقابلوا إن شاء الله في وصفات أخرين. وآخر حاجة نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.